في سياق آخر، طالب وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ميليشيا الحوثي والمخلوع بتسليم الكشوفات الخاصة بموظفي القطاع الحكومي، وحمل جباري الميليشيا مسؤولية أي تأخير في تسليم الكشوفات التي من خلالها سيتم تسليم مرتبات الموظفين، لافتا إلى أن هناك تلاعبا بقاعدة بيانات الجهاز المدني والعسكري. أي تأخير في صرف المرتبات نحمل هذه الميليشيات العبث أو التلاعب. من جهتنا الأموال موجودة في بنك عدن، وهناك توجيهات من رئيس الدولة ومن رئيس الوزراء بصرف هذه المرتبات لكل الموظفين المدنيين والعسكريين في عموم الجمهورية. هناك قاعدة بيانات لدينا يعني، لكن قاعدة البيانات الأساسية موجودة في وزارة الخدمة المدنية في العاصمة صنعاء، ومعروف أن الوزارة سيطرت عليها هذه الميليشيات وعبثت. نحن نريد أن نوصل المرتبات إلى يعني أصحابها الحقيقيين. نعم. أما من أتت بهم الميليشيات سيتحمل مسؤوليتهم فهم يعني. نعم. غير موظفين، غير موظفين رسميين، وصلوا بطريقة غير رسمية وغير قانونية على حساب الموظفين الأساسيين. أنا أقول وأكرر أنه أي تأخير في تسليم هذه الكشوفات وقاعدة البيانات الحقيقية طبقاً لعام 2014 تتحمل المسؤولية الجهات التي تتنصل من